صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 119 لسنة 2023 بنقل مديرين في معهد الإدارة العامة وذلك بناء على عرض مدير عام معهد الإدارة العامة جاء فيه المادة الأولى تنقل السيدة عائدة علي بن رجب مدير إدارة التطوير الأعمال في معهد الإدارة العامة لتكون مديرا لإدارة الاستشارات والبحوث بذات الجهة الماده الثانيه ينقل السيد نجم يوسف عيسى سالمين مدير اداره التعليم والتطوير في معهد الاداره العامه ليكون مديرا لاداره التقييم بذات الجهه